سلام، ندخل في الموضوع نيشان باش ما نطولش عليكم. شحال من واحد فينا كيتشكى من الزبل؟ كنقولوا الشوارع ما نقياش، الزبل كتلقاه هنا وهناك وفي كل بلاصه، وفي كل مره كنشوفوا فيها الزبل كنبقاو غير نتاملوا فيه بغضب وبقله حيله، وديما كنوجهوا المسؤوليه لغيرنا. ولكن اجي نسولكم، شكون اللي لاح هاد الزبل هنا؟ انا ولا انت ولا انتي ولا حنا ولا شكون؟ طبيعي كل واحد غيجاوب ماشي انا انت ولا انتي ولكن ولا حنا ولا شكون. ماشي هذه هي الفكره ديال الفيديو، ماشي الهدف نحاسبوا اللي كيلوح الزبل، لان كل واحد خصو يحاسب راسو. ولكن الهدف الاساسي نذكره ونفكره، الهدف نوعيه باش ما يبقاش يتلح الزبل. التعامل مع هاد الاحداث بغضب وكل واحد يسبها في الثاني باش يحيد عليه المسؤوليه ما كتعطيش نتيجه. الوعي هو اللي كيغير الافضل. باش نفهموا اكثر هاد الفكره، خليونا نعيشوا يوم كامل مع عامله نظافه. دابا مستعدين لهاد التجربه؟ يلا نبداو. انا مستعده لهاد التجربه ان شاء الله. يلا غنبداو نهارنا ان شاء الله، كل شيء هادشي غيدوز بخير، انا متفائله خير. لبسوا اللي قات السيده اللي ورايا هي اللي غنعاونوها اليوم. يلا. اهلا وسهلا. لاباس؟ لاباس عليك. لاباس كبيره الحمد لله. وانتي هنيه؟ دايره لاباس عليك؟ دايره بالصحه. شرفنا، انا احسان بن علوش. انا نزهه. شرفين اختي نزهه، بارك الله فيك. اليوم انا غنعيش نهار معاك. مرحبا. غادي نعاونك ان شاء الله، ولكن انا مبغيتكش هاد المره تخدمي انتي، بغيت عطيني شويه الثقل اكثر. اجي تريحيني. نريحك. واخا بالي راك انت ديجا باديه. تبارك الله. واش دير؟ غنبداو اول حاجه، تعلميني كيفاش مثلا، شنو الحاجات اللي كتستعملوهم، كيفاش كت دابا بحال دابا هنا كاين تراب كنشطبوه وتنجمعوه وتنهزو بالراكيطه ونديرو في الباك. صافي يلا ناخذ الشطاب. الشطابه بسم الله. هادشي اللي هنا ياك؟ نعطيك هادي صغيره. هادي كبر منها. واخا هاك. وقفي ظهرك نيشان وشدي هاكا، دفعي هاكا شتي، شدي هاكا هاكا، ديري هاكا وديري هاكا. صافي باش تغلبي عليها، باش يبقى الظهر مستقيم. ظهرك تيبقى واقف. صافي وكدفعي هكذا، بقاي واقفه ما تحنيش بكتافك باش ما تعياش. كتثقيله شويه فاش كتجر. لا كتولف مع هذا كتخفاف. صافي يلا جيبي هكذا عرام. البالة عند كاينه. ياك صافي كتجمعي كديري عرام. يلا جيبي دابا الراكيطات انشد. فين كاينين؟ ها هو واقيلا هنا، شوفي في هذا. ها هو هنا، هنا شوفي في هذا. برافو. برافو عليك احسان، انجاز. عندك 10 على 10. ناخذ الراكيطات والحزبل. يلا دابا دابا انت تشطبي وانا نهز. لا وقفي، غير وقفي باش ما انت شوفي. اجي حدايا هنا. انت عاد شدي هكا، هادي هكا كدفعي هادي بهادي هكا. هزي هكا. واخا ما تحطيش، لا ما تنيش رجلك، نوضي وقفي. انت دوري هكا، دوري. ما تكترش بزاف، لا دير غير شويه باش. يلا خويا في الباك اللي مليه. ثانيه. صافي كدير عاوتاني هكا. ما قديتش نديرها بالوقوف. دارو كدار الظهر. هي لا بركتي فاش تعياي، خاصك هكا هاكا ظهرك تتقوسي بحال ما هاكا شتي. هانت شوف رجلك شتي، رجليا كيواق مسرحين هاكا شتي، ديما كد هانت شتي هاكا شتي هاكا ما كتعيش. ديري بيكطاج لهذا هو الاول. نشطب انا هنا شنو هي، نجمع هادشي اللي هنا. بيكطاج هذا كيتسمى بيكطاج. بيكطاج بيكطاج ملي كدير تلقطي بلا شطابه كيتسمى بيكطاج. صافي انا لقط. لا شوفي بقا ديري بحال هاكا انت، ماشي ديري في يدك هاكا شتي، هاكا هاكا كتهزي وحده هاكا وحده هاكا باش تديري، ما تبقاش ديريها في يدك، فهمتي؟
خدمي يدك بجوج، خدمي يدك بجوج. واه شكون كاين وحده بها هذا الشيء؟ ايوا المره الناس اللي واعيين وقارين بزاف هما اللي كيديروا هاد الازبال، حيت كلها كان قاري ما غاديش يلوح بحال هاد الشيء. المشكل هاد الشيء فيه حتى السينياتور نورمالمون راه خطير، هاد الشيء تلاح هنايا. حيت دابا اختي البشر ما مقاتش، كل واحد ونفسه، كاين اللي نقي عزيز عليه النقا وكاين اللي ما عنده غرض. طراب ثقيل عندك باش ما تغبريش ديما ملي تكون تخوي هذا ما تجيش قدام فهمتي؟ تخلي ليا الغبره اللور ديالها صافي. يلا دابا انت شحال انت خدامه هاد الخدمه؟ دابا انا عامين ونص. عامين ونص هو كتجيك صعيبه وكيفاش كتجيك؟ حيت صعيبه راه صعيبه شحال وانا معاك وفيها العيال ولاني كت عندك تدي اجر مزيان واخا كتعيي ضروري في العيايه الا بقيتي كتحني بحال ما هكا كيضرك ظهرك. انت في الاول كنتي كان كيضرك ظهرك تيضرك ظهرك وبحال دخلتي شي لاصال اول مره كدير الرياضه بحال هكذاك. كنشوف شي حاجات هنا مليوحين ما خصهمش يتلاحوا. ايوا دابا ما عرفتش طروات الزبل. دابا حنا اللي كنخدموا اللي كتجينا النفس على داك الشيء كنبقاو نقولوا شوفوا علاش هادشي تيتلاح علاش هادشي تيتلاح. عرفتي في الجابون ما عندهمش طروات ديال الزبل، ما عندهمش طروات الزبل وما تلقاي حتى شي زبله في الزنقه. ما عندهمش طروات ديال الزبل، تخيلي ما كاينينش، ما كاينينش كيلوحوا الزبل في ديورهم. حدا ديورهم كاينين دوك البركاسات في كيلوحوا الزبل. الا خرجوا كيديروا في ديك الميكا داك الزبل ديالهم حتى يوصلوا حدا دارهم عاد يلوحوا. شو التربيه كيفاش دايره؟ الواي الواي. عرفتوا في هذه اللقطه تفكرت الفيديو ديال اليابان. بعدا خصكم تعرفوا ما لقيناش لحد الان اي بلاصه في لوحو الزبل. فعلاش ما نكونوش حتى حنا بحال اليابان؟ وحنا كنقولوا عندنا اماطه الاداء عن الطريق، عندنا ديننا كيقولنا ما تلوحوش. والمشكله يعني مقربين لهم البركاز هادو البيغان فين يلوحوا الزبل فين البركاسه في اي بلاصه وكاع زعما شحال غتكون عليك ثقيله تهزي هاد الورقه معاك حتى لا لا هي خصهم غير يلوحها بجنبه قريبه ليه بلا ما يحتاج يديها حتى وفي الاخر اش كنقولوا؟ اش كنقولوا في الاخر؟ كنقولوا راه اللي كيشطب رجله ولا اش كنقولوا عاوتاني؟ بلادنا ما نقياش. شو الحاجات اللي ما كيعجبوكش في في التعامل ديال الناس؟ وفي التعامل ديال الناس بحال ما كنتي داك الانسان ما كيقولش السلام عليكم تبقى يشوف فيك. بحال دابا في البلاصه فين كاينه انا كاين شي عناصر تما كاين انت يعني في باب يعني باب العماره كتشطبي حداها كتخرج هي ولا هو ولا الراجل ولا المراه ما حتى ديك السلام عليكم ما كايناش ديك صباح الخير اختي بان يقولوا بان السيده تقديرا للمجهود هاد السيده راه كت زعما كتشطب حدانا وداك الشيء تيحسبوك بحال فهمتيني يعني بحال ما الانسان اللي كتشطب بحال زعما شي وحده فهمتي كيقللوا من القيمه ديالها. دابا انا ما كاينش اللي قاتلني كنلقى كمامات مليوحين تعقيم كمامات كنديرو في التلفازة عقمو كنديرو في التلفازة عقمو حافظوا على النظافة حافظوا على النظافة في البيوت وفي الاخر نلوحو داك الزبل ديالنا برا. الكمامة يا شهر تيقول لك ما خصكش تلوحها باش ما يتناولش واحد اخر عاوتاني. في واحد اللحظة صدماتني لالا نزهة فاش قالت لي ولاد المدرسة انا جوج قدامي هزها هز كمامة مستعملة دابا جا في الصباح معطل على هذا اللي ما جابش معاه على المدرسه والحارس تيوقفوا حيت لما دارش كمامه تيوقفوا صافي لقاو هزه ملي دارها ما يديرش الكمامه احسن ما يدير كمامه ديال شي واحد اخر. ايوا دابا هو شكون اللي غيقولها يستعمل ان يقول عندي راه ولا يمنكو عليه. تخيلوا معايا كمامات مستعمله، تخيلوا معايا شحال ديال الامراض اللي غتكون فيها. هنا فين خاصنا نكونوا فاهمين ماشي غير حافظين. ياك ما عييتي واحسن مازال ما عييتش ها هو الريحه غادي يرجعوك
وشي بلاصه باش نخوفها. الريح غادي ضدنا تا هو، الريح المعاكس. ولا كانوا الناس كيلوحوا الزبل انت ما تلوحوش الريح. عجبتك الخدمه ديالنا؟ هي فيها التماره، فيها الرياضه، وكتحس براسك بلي كدير الاجر في العوض. لا تبقاي تمشاي في العشيه تقولي خصني نتمشى. حنا العمل ديالنا الرياضه، ودابا كنشوف هادشي. شوف الا شفتي هادشي كيفاش داير غتقولي دراري صغار اللي كياكلوا هادشي. اذا دراري صغار ما عارفينش بلي راه ما خصهمش يروحوا الزبل هنا. فين غنمشيو عند دراري الصغار؟ في المدارس. المدارس نفهموه، ما يكونش غير دروس باش يحفظوه في الاخر يعرضوا الدروس ديال النظافه وما لقاوش نتيجه. هذه ماشي نظافه. هو بصح هذا الاقتراح اللي عطيته خاصو يتخذ بعين الاعتبار. علاش لا ما نديروش حملات متواصله في المدرسه؟ مثلا يخرجوا التلاميذ على الاقل كل مره في الشهر يجمعوا الزبل في الاماكن العموميه، حيت خاصهم يفهموا ان الزبل ما كيتلاحش في الشارع. انا بالي غنوقف عند واحد نقول له عفاك لا كنتي كتلوح الزبل. علاش الزبل؟ هادشي ديال اختي، لا بغيت نقول لك هادشي ديال الجامعات، تصحاب الجامعات كيلوحوا الزبل. قولي لي، نعم، الناس اللي كيقولوا مول الزبل الزبال، شنو تقولي لهم؟ مولات الزبل. شنو نقول ليه؟ لا هضر معايا شي واحد نقول ليه خاصو هاد الكلمه تنطبق عليه هو، لانه هو اللي مول الزبل. انا عاملة نظافة، انا كنجمع لي الزبل ديالو. ما خصوش، ولا انك تلقى الانسان ما واعيش. لو كان واعي ما غاديش يقول داك، ما يقولش هذا المصطلح. ما كاينش مصطلح ديال مول الزبل. عامل نظافه كينظف الزبل. حنا ماشي مولين الزبل، يعني ما جايبينوش معانا، حنا كننقيوه. اول مره جيت خدمت عامله نظافه، الايام الاولى كتجيك شويه فهمتي، يعني كتبقاي تخبي وجهك، ما كتبغيش تباني فهمتي، كتجيك في شكل. انا اصلا كنت ديما كنخدم وكنبقى ندير الزيف ديالي كنغطي وجهي باش ما يعرفنيش شي حد يشوفني يعرفني. كانت تجيني ثقيله شي شويه. صافي مع المده صافي ولف دابا، يعني بحال نقولوا عادي، كتخدمي وراسك مرفوع الفوق. هي راه خدمه شريفه فهمتيني، هذيك الايامات الاولى كتجيك بحال فهمتي، كتجيك حيت الناس تيبقاو يشوفوك شي شوفه فهمتي، كتجيك مع المده صافي. يلا دوزت نقولك شي شهرين هكا مابقاش نحيد بزاف صافي. والله الا برافو، والله الا برافو عليك. شحال عندك ديال البنيتات؟ عندي جوج. هات عندك جوج بنيتات؟ بلاتي جوج بعدا. شحال عندهم من عام؟ واحدة 6 سنين وواحدة 10 سنين. تبارك الله. البنت اللي عندها 10 سنين غتكون طبعا عارفه بان ماماها خدامه كعامله نظافه. كيفاش كتشوف هي زعما هذا الموضوع؟ واش كما كيشوفوا الدراري الصغار ولا لا واعيه؟ لا هي فرحانه بان فرحانه ام ديالها فهمتي، خدامه هذه هي كتفتخر بيا، كتقول لي برافو عليك كنزه ديما كتبقى تقول لي تشوفني جيت برافو على الكنزه. الحمد لله الحمد لله. يعني ماشي زعما كتثق بحال ما كيبقى يقول لها شي واحد راه امك عامله نظافه ولا فهمتي. لا يعني هي واعيه وفاهمه وعندها 10 سنين وكتقول هاد الهضره. بلاتي هالفران صيني عندها حتى في هذا. صافي كتحرك صافي هي وقفات دابا. قولي لي اختي نزهة، شحال من وحده خدامه معك في هاد السيكتور مثلا؟ شحال من مره؟ انا خدامه غير بوحدي هنايا، ما خدامش معايا نساء العيالات، انا خدامه مع الرجال. كيفاش؟ حيت ما فهمتش يعني ما كاينش، حيت انا كان عند بالي نساء بوحدهم ورجاله بوحدهم، ولا نساء فيهم رجاله ورجاله فيهم نساء ياك؟ هو في الصراحة في هذه اللقطة غير خاني التعبير، ولكن راكم فهمتوا شنو بغيت نقصد. خلينا نكملوا الفيديو. لا بحال دابا هنايا في هذا عين عتيق كاين مجموعة ديال الرجال، كاين انا مرة معاهم وحيدة. انت بوحدك اللي معاهم؟ فهمتي انا بوحدي. لا نزهة نعم كي جاتك البلاصة؟ لا احسان
كي جاتك البلاصه؟ زوينه. شتي دابا يا تنقات مع النخل والربيع، كتحسي راسك بحال فشي بلاصه كيبان فيها مسكينه الضو دابا شويه. زوينه. شحال جلبانه؟ 140. 140 ايوا خويا، راه كنديروا واحد الحمله، الا طيحتي شي حاجه جمعه. انا ناخذ البويضه. معلومه مهمه. عندكم طيحه شي حاجه؟ زعما بحال اللي كيخدم القوم، زعما اللي كيعاون القوم، خادم القوم، سيدهم. شو دابا هاد الدجاج اللي هنا؟ هذا دابا هي حتى كدوز واحد الماكينه وكت وكتجمع هادشي كامل. وما نقدروش نجمعو بهذا باش عرفتي؟ الا ما عرفتش، حسيت حيت فيه التراب وفيه ندفعوه للجنب. ندفعوه؟ ما تهزيش الدجاج بيدك، زعما يدخل. يلا ملاه، شحال من حاجه جرحاتكم هكا ياك يا الدجاج. لا انا مره ضربني مسمار فقط عليه بالسبرديله. انت كتشوفي هادشي اللي كنشوف؟ كنشوف هذا على القليل. هذا القليل. يا سلام يا سلام. دوي راكي معروضه اليوم، هذا على القليل. معروضه. راكي معروضه اليوم. هادشي اللي مخلين ليا. انا نديرو بالشطابه. خذي الشطابه ولا كان مغيب باش ما تعيايش. جاجه هنا بدا كيبان عليا علامات ديال العيا، ظهري كنت كنحس بيه تقسم. كيف باصلكم؟ صعيبة. سخفت؟ صعيبة. هاتي بعض المرات كنشوف شي زبل كنقول شهاد الشي. شنو هادشي؟ عمر. هاد المرات ما كنفهمش الزبل اللي كاين عندنا. اش من صنف صنفيه؟ والله ايوا ما كاينش التوعيه. سلام لاباس. جينا لحيكم شتي؟ مرتاحوا شويه؟ بغيتي ترتاحي؟ ارتاحوا. ارتاحوا شويه. خاصنا دابا غير شي بريريت ديال اتاك. والله العظيم. ونفطروا. يدي عرقو. يا رجلي عرفتي كنحس بهم جامدين. كتعياي حبيبه ديالي؟ فاش تاكلي هذاك الشيء عافاك حبيبه ديالي، حطيه في الزبل صافي. شكرا. بالي غنبقى ندوز على واحد واحد ندير هادشي. خويا داك الشيء اللي عندك تما، ديك الميكر اللي عندك ما تلوحهاش، الله يعطيك الصحه.
والله علاش ما تكونش حمالات دايره بحال هكا؟ وشو دابا شحال كتسنانا مازال الخدمه؟ نكملوا صافي انا راه طرفانا ها جلستني صافي واش جاي نوضني دابا؟ انت شحال كتخدموا بالساعات تقريبا؟ كنخدم 8 تسوايع. 8 تسوايع في النهار؟ زعما بحال دابا شحال الساعة؟ زعما متتالية ما كتوقفيش؟ لا عندي البوز. عندك بوز؟ عندي البوز مع تسعود. مناش كتخدمي حتى لاين؟ كنخدم من الصح حتى للجوج. 6 ديال الصباح؟ ولا يعني انا كنفيق من 4:30 وانا فايقه ديال الصباح. كي كديري لها ما كيكونش الظلام؟ كاين الظهر كنجي كتجي في الظلام كتفيقي مع 4:30 وكتنوضي كتلبسي حوايجك كتبدلي عليك وداكشي وعاد يعني الترونسبور اللي عيجيبني هنا بعيد عليا كتهبطي للطاكسيات عندك نص ساعه ما بين فين تنسكن انا والطاكسيات نص ساعه ديال الطريق يعني الخمسة ونص تلقاني هنا في بلاصة العمل 6 كان بوانتي شتي منين كتبقاي فايق اسي بان لي اختي نزها انا غنكمل هاد الشيء وانت غترتاحي شويه غنكمل هاد الشيء اللي بقى صافي واخا صافي يلا شجعيني يلا برافو نوضي ما يسخاش الواحد ينوض يلا بسم الله خاصك ترتاحي بعدا واحد غير واحد السوية بعدا نكمل بها انا النهار صافي صافي عفاك عفاك عرفتو في هاد اللقطه بالضبط حسيت بالحقره عفاك كنهضر معاك حسيت بعدم التقدير ضرني في خاطري بزاف ان هاد فلان اعتبرني انفيزيب ما قدرش الفكره ديال ان الزبل ديالو غادي تقلي على الكروسه وما غاديش نقدر نجرها ولكن شكون غادي يفهمك داكشي علاش بين قوسين عفاكم انتبهوا للطريقه ديال تعاملنا مع اي واحد كيف ما كان نقلب حاليا على الطارو كيبان لي من هنا راهو كاين ليه ها هو اخيرا بسم الله لا لا ما كنشوف والو اوه
عدا. اوف عافاك جمع معكم الدراري هذاك. شكرا عمي شكرا. شي حاجه نقولها؟ ايت صافي وصلت بيا العظم. والله ما عرفت شنو نقول باش نختم هذا الفيديو. قد ما نقول لكم فكروا فيهم، خلينا كاملين نكونوا مسؤولين ونطوعوا ونتعاونوا على الخير. السلام عليكم. والله يلا شكرا بزاف. شكرا. تشرفت بك بزاف والله العظيم. انا تشرفت معرفتكم كاملين. هنا كملنا التجربة ديالنا بحلوها ومرها. بغيت غير باش نذكركم، الزبل واخا ما يكونش ديالك ما فيها بس تهزو وتجمعو وتلوحو في الطارو، عوض ما تبقى غير تأمل فيه بغضب وتلوم الناس. وديما كنقولوا بأنه قطرة قطرة كيحمل الواد، فنتعاملوا بنفس المبدأ، كل ما تبدلتي انت غيتبدلوا آلاف بحالك وغلقوا فعلا نتيجة مرضية. ومرة أخرى ماشي ضروري تكون عامل نظافة باش تعيش هاد التجربة، يكفي أنك تجمع صحابك وتعاونوا على إماطة الأذى عن الطريق. وهكذا غنشوفوا بلادنا أحسن وأنظف وأجمل. ما تنساوش المسؤولية علينا كاملين. تهلاو فراسكم.